العلم الشرعي من دخل فيه ليس هناك نصف، إما علو يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة، وإما سفل. أول من تسعر بهم النار ثلاثة كما عند مسلم، من بينهم قارئ ليقال قارئ وعالم. فإذا كان هذا الأمر نصب عينيه عرف نفسه أنه ضعيف، وأنه يخشى على نفسه أن يدخل النار قبل أن يدخلها غيره. فإذا وصل إلى مرتبة التواضع إذا به يقول كما تقول الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. لم يقول: نحن والله ملائكة وأفضل من آدم، لا، بخلاف إبليس. ولذلك لا ينتقص قدر العلماء الكبار، أو أنه لا ينهج منهجا مخالفا لهم، أو أنه يرى نفسه أنه قد وصل، إلا وبه خبث في نفسه. لما؟ لأن به شبه من حيث الصورة في بعض الصفات شبه بإبليس، لأنه يرى أن له قدرا وأن له مكانة. ولكن كما قال صلى الله عليه وآله وسلم عند مسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. كيف تتواضع لله؟ أن تعرف قدرك وأنك جاهل وأن الله عز وجل قد علمك. هنا تواضع، لما يأتي الشرع ويأتي الحق أقبل على العين والرأس. لما والله مثلا أسأل عن مسألة لا أعلم بها، لا أدري. الذي يدخل نفسه في كل مسألة حتى ولو كان لا يدركه، هذا لا يخشى الله، لأنه لو كان يخشى الله ما التفت إلى ما يقال: والله إنه جهل بالمسألة الفلانية. ما عليه من الآخرين، لأنه يخشى أن يقول قولا يخالف الشرع. هنا وفي السيمة في هذا الزمن إذا بالكلام وبالعلم ينطلق انطلاقا سريعا عجيبا ليس كغيره. فإذا كان السابقون من السلف، وقد ذكرت ذلك مرارا، لما أتى شخص إلى الإمام مالك وقال: عندي مسألة، فسأله فقال الإمام مالك: لا أدري. قال: ماذا أصنع؟ أهل قريتي بعثوني إليك لأسأله، ماذا أقول؟ قال: قل لهم إن مالكا لا يدري، إن مالكا لا يدري. ولذلك بعض السلف لما أتاه رجل ليسأله عن مسألة قال: لا أدري، ورأى الناس حوله قال: لا يغرنك طول لحيتي والتفات الناس حولي، والله لا أدري. ولذلك قال بعض السلف كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله في كتابه العلم، قال: إن الذي يفتي في كل مسألة إنه لمجنون. وقال بعضهم: من لا يعرف لا أدري من العلماء فقد أصيبت مقاتله. تصور لو أن إنسانا ضربك في خصيتيك أو في مكان في مقتل، هلاك. كذلك الذي لا يعرف لا أدري ولا أعلم من طلاب العلم أو من العلماء، هذا قد أصيبت مقاتله، هذا هلك. وأي هلاك؟ هلاك في الدين، ليس هلاكا في الدنيا. الهلاك في الدنيا كل سيهلك، لكن الهلاك في الدين. وإذا قرأ الإنسان ما كتبه السابقون، وإذا تعلم الإنسان، لو كان الإنسان يتعلم كل يوم ويقرأ كل يوم في كتب السلف، يقول: مساكين هؤلاء الذين انخدعوا بي وقالوا: والله إن فلانا ما شاء الله عنده علم وعنده حفظ وعنده إلمام وعنده إدراك. سيقول في نفسي: والله إنهم لمساكين انخدعوا بي، لا يعرفون قدري. وإذا كان كذلك فيجب عليه لما يوصف بالأوصاف العظام يقول: على رسلك، لا تهلكني، لا تقطع رقبتي ولا تقطع عنقي. وكما قلت، من قرأ كلام السابقين من طلاب العلم أو أي عالم في هذا الزمن سيعد نفسه من أجل الجاهلين. فما ظنكم بمن يقرأ، والله مثلا بمن يقرأ له صفحة ولا صفحتين ولا ثلاث صفحات. ولذلك ذكر ابن عبد البر رحمه الله عن السلف أن الواحد منهم يأتي ليسأل فيقول: اذهب إلى فلان، اذهب إلى فلان، فتذهب إلى عدد كبير من هؤلاء، وإذا بها تعود إلى الآخر يقول: اسأل فلان، اسأل فلان. من كان في عافية فهو في عافية، لكن ابتلي وأنا لا يكتم العلم. من سئل عن علم كما قال صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من النار. ولذلك السلف كما قال ابن عبد البر رحمه الله قالوا، وقال غيره أيضا، قالوا: لا أدري فيما يجهلون، وقالوا: ندري فيما يعلمون. ابن عبد البر ذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما كان في مجلس وأتاه سائل ليسأله، فقال ابن عباس لهذا الرجل: اذهب إلى ذاك، وأشار إلى أبي هريرة فذهب إليه. فقال ابن عباس: يا أبا هريرة، لقد أتتك معضلة. والواحد الآن يقول: يا أخي لماذا لم أسأل؟
أو يغضب إذا لم يسأل أو سئل غيره. احمد ربك، أنت في عافية، أنت في عافية فيه.